مدافعنا أقوى من مدافعكم، هكذا كانت إجابة بطل قصتنا لليوم. في إحدى المرات جمع الحاكم الفرنسي العلماء والوجهاء الجزائريين يخوفهم فرنسا وبأن لها مدافع كبيرة كفيلة بأن تدمر كل شيء. بعقيدة قوية وروح وطنية لا تزلزلها سواعق التخويف، أجابه أحد الحضور بأن للجزائر مدافع أقوى وأكثر رهبة. خاف الجميع من كلامه، فإذا به يردفه قائلاً: إنها مدافع الله والإيمان به. وهو الذي طالما رفض فكرة الإدماج الفرنسي الجزائري والتضليل الإسلامي، كما رفع اللغة العربية إلى عنان اهتماماته، وبكل ما يحمل قلبه من غيرة على وطنه أخذ يتغنى: شعب الجزائر مسلم، وإلى العروبة ينتسب، من قال حاد عن أصله أو قال مات فقد كذب. شعب الجزائر مسلم، وإلى العروبة ينتسب، من قال حاد عن أصله أو قال مات فقد كذب، أو رام إدماج له رام المحال من الطلب. ولد في الرابع من ديسمبر سنة 89 800 بمدينة قسنطينة في كنف أسرة ذات مكانة اجتماعية مرموقة. كانت علومه الأولى في الدين واللغة بمسقط رأسه بجامع سيدي محمد النجار على يد الشيخ حمدان لونيسي. قبل أن يتم 13 من عمره حفظ القرآن على يد الشيخ محمد بن المداسي، ومع حلول عام 1900 انتقل إلى تونس ليكمل دراسته بجامع الزيتونة. لم يكد يعود إلى الجزائر حتى بدأ رحلته في التدريس بالجامع الكبير، ثم توقف قصراً بقرار من المستدمر الفرنسي، قاصداً بعدها بيت الله لأداء فريضة الحج، حيث التقى البشير الإبراهيمي أحد أهم العلماء المسلمين آنذاك، ليضع معه اللبنة الأولى لتأسيس جمعية العلماء المسلمين. أسس الرجل نشاطه الإصلاحي بالجزائر جاعلاً من الدين والعلم القاعدة الصلبة للثورة. كما دافع عن حق المرأة في التعليم مجاناً، تكللت جهوده العلمية بتأسيس مكتب للتعليم الابتدائي العربي سنة 26 900. تلته مدرسة جمعية التربية والتعليم الإسلامية. عرج بعدها الثائر على الصحافة كسبيل لنقل الأفكار الإصلاحية، فصدرت له جريدتي المنتقد والشهاب. تمكن بعد ذلك من لم شمل أزيد عن 72 عالماً دينياً لتأسيس جمعية العلماء المسلمين وترأسها عام 31 900، جاعلاً شعارها: الإسلام ديننا، والعربية لغتنا، والجزائر وطننا. عام 36 900 دعا إلى مؤتمر إسلامي بالجزائر بهدف وأد فكرة دمج الجزائر بفرنسا. توفي العلامة الجزائري عام 40 900 بقسنطينة، حيث حمل طلبة الجامع الأخضر جثمانه في جنازة مهيبة. لم يترك بعده مؤلفات منشورة، حتى قيل فيه أنه مؤلف رجال لا كتب، إلا أنه ترك آثاراً كبيرة حولها تلامذته لأعمال ملموسة، منها تفسير ابن باديس، العقائد الإسلامية من الآيات القرآنية والأحاديث، ومبادئ الأصول. رحل البطل في 16 من أفريل الذي أصبح يوماً وطنياً للعلم، يخلد ذكراه وثوراته العلمية. وأينما ذكر العلم قيل عبد الحميد بن باديس، ليصبح بذلك أسطورة زمانه.